انت تعرف ايه هي البراكين؟ طب تعرف البراكين بتطلع ايه؟ طب انت عارف بقى ان احنا ممكن نستخدم البراكين دي عشان ننقذ الكوكب؟ خليني اجيب لك الموضوع من اوله. البراكين بتطلع حاجه اسمها SO2، ثاني اكسيد الكبريت او سلفر داي اوكسيد. الكوكب ده بيبتدي ان هو يمتزج مع الرطوبه الموجوده في الهواء، يكون لي حاجه اسمها ايروسولز. الايروسولز دي بتبتدي انها تطلع لفوق وتقف في طبقه الاستراتوسفير، وبتقوم بدور المرايه، يعني اشعه الشمس لما بتنزل على الايروسولز بترجع يحصل لها انعكاس، ومعنى كده ان اشعه الشمس دي ما بتوصلش لسطح الارض، وبالتالي درجه حراره الكوكب بتقل. وده بالظبط اللي حصل سنة 1991 في الفلبين، انفجر فيها بركان اسمه بيناتوبو. البركان ده كان بسكور 6 على فولكانيك اكسبلوزيفيتي اندكس، او مؤشر الانفجار البركاني. البركان ده لما انفجر طلع كمية ايروسولز كبيرة جدا، لدرجة انها ادت الى لمدة سنة كاملة درجة حرارة الكوكب قلت نص درجة. اوعى تستهون بنص درجة، نص درجة بهدلت الدنيا وعملت بلاوي في حلقة التغيرات المناخية. هسيب لك لينك الحلقة، وكمان هسيب لك لينك حلقة البراكين ازاي بتحصل تحت الفيديو. مش عارفه اوصل لك اللي انا عايزه اقوله ولا لا. انا عايزه اقول لك ان كل ما انفجرت براكين اكتر، كل ما نسبه الايروسولز زادت، كل ما درجه حراره الكوكب قلت. يعني لو انفجر عدد براكين كتير، الايروسولز هيزيد كتير، فالاحتباس الحراري اللي احنا فيه دلوقتي هيقل، والتغيرات المناخيه هتقف. بس انا عندي مشكله بسيطه، افرض البراكين ما انفجرتش، نعمل ايه؟ احنا اللي نفجر البراكين. لو انت فاكر ان ده هبل وعبث، فحب اقول لك ان دي استراتيجيه اساسا موجوده اسمها بيناتوبو استراتيجي، طبعا نسبه للبركان بتاع بيناتوبو. الاستراتيجيه دي الهدف منها انها تفجر عدد كبير من البراكين بنفس الوقت، وبالتالي تطلع كميه ايروسولز كبيره للغلاف الجوي، وتقلل الاحتباس الحراري، وتقضي على التغيرات المناخيه. بس مش اي بركان كده والسلام بينفجر، لازم البركان اللي يتنقع عشان ينفجر يبقى ليه شروط مهمه. اول حاجه لازم البركان اصلا يبقى عنده الاستعداد ان هو ينفجر، يعني ما نجيبش بركان خامد وميت، لا، بركان عايز ينفجر، كميه الضغط اللي بتتكون جواه كبيره. يعني انا لما اكسر صخور وارميها جوه البركان او ارمي متفجرات، البركان يتحفز وينفجر. بص احنا ما نعرفش بصراحه الوقت ما بين ان احنا نحفزه وان هو ينفجر، بس احنا هنقسم ان احنا اول ما حفزناه هو انفجر. تاني حاجه لازم يكون البركان قريب من طبقه الاستراتوسفير، ده عشان تسهل المهم يعني على الايروسولز انها تطلع على طول. ويخلي بالك البركان لازم يبقى ليه قوه، يعني بيناتوبو ده يعني صغير، احنا عايزين حاجه في رينج 7-8، زي مثلا تامبورا. تامبورا ده بركان انفجر في اندونيسيا كان بقوه 7 سنه 1815. كمان لازم اعمل اخلاء للمدن اللي حوالين البركان، بس عشان اعمل اخلاء للمدن اللي حوالين البركان لازم اعرف الاير باترن، اتجاهات الرياح. لو البركان اهو وجنبه مثلا 3 مدن، وانا عملت اخلال المدينه دي والمدينه دي وسبت المدينه دي، اكتشفت ان اتجاهات الرياح بتمشي كده، يعني البركان لما يطلع الاشز اللي جواه او الغبار البركاني يبتدي يمشي كده. طب انا عملت اخلاء هنا، لا، فلازم اعرف اتجاهات الرياح عشان اعرف اني مدينه اقدر اخليها، وكمان لازم اعرف كميه اصلا اشعه الشمس اللي منعكسه من على سطح الارض. كده البركان بتاعك بقى جاهز ان هو ينفجر. بس هيطلع لك حد فلوطه كده ويسالك سؤال، طبقا لدراستي في الجيولوجيا انا اعرف البراكين لما بتنفجر بتطلع ثاني اكسيد الكربون، وطبقا برضه لدراستي في التغيرات المناخيه اعرف ان سبب المشكله الكبيره هو زياده نسبه ثاني اكسيد الكربون. ما انت كده لما هتفجري براكين نسبه ثاني اكسيد الكربون هتزيد، وبالتالي الاحتباس الحراري بيزيد، وبالتالي التغيرات المناخيه هتزيد. ازاي بقى هتحل الكارثه بتاعه الاحتباس الحراري؟ عن طريق ان انت تفجري بركان. ساعتها هنرد عليه برضو بالتغيرات المناخيه. احب اقول لك ان نسبه ثاني اكسيد الكربون اللي بتطلع من انفجار البراكين تسجل 26% جيجا طن في السنه، ومقارنه بقى مع عوادم السيارات اللي طلعت سنه 2015 كانت 5.8 جيجا طن. يعني الكربون فوت برينت صغيره قصاد المنفعه الكبيره اللي احنا هنجيبها من وراه. خلينا نقول ان بيناتوبو استراتيجي دي نجحت، وقدرنا ان احنا نفجر عدد كبير من البراكين كان قوته 7 وتوفر فيه كل الشروط بتاعه البراكين. هيبقى عندنا مشكله ان درجه حراره الكوكب هتقل جامد، كل الكائنات الحيه اللي عايشه على الكوكب هتبتدي انها تتاقلم مع درجه الحراره الجديده. بس اول ما هيزول مفعول الايروسولز او مفعول البراكين، درجه الحراره هتعلى مره واحده، وده هيسبب انقراض لحيوانات كتير وهيدمر محاصيل كتير. يعني انت هتقضي على الحيوانات وهتقضي على النباتات. بس خليني اقول لك، لو بيناتوبو استراتيجي نجحت وقدرت ان هي تشوف المشكله اللي عندها البسيطه دي وتحلها، احنا دلوقتي هيبقى معانا كنز، معانا ثروه، معانا حل نهائي تماما للاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه. بس كده خلاص الحلقه خلصت، ما تنساش تعمل سبسكرايب، اتفرج على الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات اللي جايه. لو عندك اي كومنت سيبه لنا في الكومنتات، ولو عندك اي اسئله وجوديه بتدور في دماغك مش لاقي لها اجابه سيبها لنا ميل، مسج، كومنت او تيك توك، هينزل كل اللينكات بعد الفيديو. وبس كده خلاص، شكرا.